مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حصتكم اللالو زعلة بقناة الشروق في شهر رمضان الكريم. مرحبا بك ما بك وهلا نصر، عسلامتك ومرحبا بك، ونقول عسلامة للمشاهدين الكرام. واش نقول لهم؟ رانا مع حلويات العيد كما العادة. رانا مع حلويات العيد، اليوم خيرنا لكم زوج وصفات تاع حلويات العيد، هكذا باش نعطوا لكم أفكار، حاجة تكون سهلة، حاجة تكون بسيطة، بس تزينوا طاولة العيد تاعكم إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. اليوم جبت لك ناصر الغوسات، سهلة بالخف تخدم ناصر، ماشي حاجة واعرة. أن جاتو تاع بانديبيس، هو ماشي بانديبيس اللي راح نخدم، مي جاتو يتخدم بالبانديبيس. فوالا، نقول لك المقادير. يلا على ربي. هنا عندي حبيبات بيض على حساب العجينة ديالي. على حساب. هنا عندي بانديبيس للديكور. مرحي. مرحي. خبز التوابل. خبز التوابل. يتباع هذا واجد. يتباع واجد ولا نخدمه في الدار. عندنا لافاني. عندنا كيلة تاع اللوز محمص ومرحي شوية خشين. كيلة تاع الجوز. ديرهم بتيت كونتيتي ناصر، ماشي حاجة كبيرة. كيلة تاع بانديبيس هذه للعجينة. هنا عندنا المعجون. ثاني للديكور ناصر. الجوز ثاني للديكور. ومغرفة صغيرة تاع ليكستري تاع الكراميل. تاع الكراميل. وعندي كيلة تاع سيكرو كلاس. سيكرو كلاس. ماشي معمرة بياسر. على ربي. على ربي إن شاء الله. وراح نسحق هذا الليمون الناصر باش ندير اللي نخدمه فيه. نعطيك ريسيبيون. عطيني ريسيبيون. نبدا بالكيلة تاع بانديبيس. بسم الله. هنا الخبز التوابل راح يعطي ذوق بنين للكاطو تاعنا. على حساب لي زيبيس اللي فيه. صح. فيه القرفة، فيه نجمة الأرض. فيه نجمة الأرض. فيه حبة حلاوة، فيه زريعة البسباس. لي زيبيس عندهم ريحة قوية وقطعة. كاش مرة نخدموا معكم وصفة تاع البانديبيس هكذا باش تخدموا ديريكتومون الكاطو. إن شاء الله يا ربي. درنا كيلة لوز محمص ومرحي، كيلة جوز، كيلة بانديبيس، وهنا ندير لك كيلة تاع سيكرو كلاس ماشي معمرة ناصر. ها. هنا عندي قريصة تاع الملح. هنا عندي لافاني، دير باكيت فاني. شوفي هكذا. نعم هكذاك. بسم الله. عندنا كيلة ناقصة اندوا تاع سكر كلاص. عندنا شوية تاع الكراميل. ديك الصدى كراميل تجي ريحته بزاف شابة. هكذا شوية باك ناصر ما نكثروش. أنا تسمى هاد الحلوى ينطم كلش مع بعضها. ينطم كلش مع بعضها. راهي سهلة. هي سهلة تخي فاسيل افيغ، ماشي حاجة اللي تكلف بزاف. انا ندير البيض، نقعدوا نزيدوا البيض غير بشويه حتى وين تنطم لافاش. فوالا، حتى وين تنطم تجيني شويه جاريه. نسحق شويه باتا تارتيني نديرها في لابوش. انا هكذا. هذه الحبه الاولى. ندير الحبه الثانيه ونشوف ناصر. بسم الله. ونشوف ولا نزيد ولا لا. اوكي بسم الله. انا يا لازم تكون كولا انت، لازم تكون جاريه في يدي باش تجيني خفيفه. انا هاد لا كونتيتي لو كانت تجي ماشي جاريه تجي يابسه الحلوه، ناشفه بزاف الحلوه تاعنا. في هاد لا كونتيتي ناصر دوك نشوف لا جرات لي شويه راح نزيد لها شويه من بانديبيس. صح تما نقدروا نكتفتي ولا الغلطه؟ سي نورمال. اذا جرات نزيدوا بانديبيس، ولا جات ناشفه نزيدوا البيض. انا هنا شويه برك جاريه. فوالا، لا جات ناشفه بيان سور نزيدوا البيض. شويه برك جاريه ماشي حاجه، هي لازم نسحقوها مليح جارية ناصر باش طيب ليه خفيفة. هنا راك تشوف سهلة ناصر، حتى الريحة راك تشوف ريحة هاي طالعة ما شاء الله بزاف هايلة. بصح لو كان يجربوا هاد لاغوسات ناصر حتعجبهم بزاف. لازم يجربوها هاد رمضان، هاد العيد بلوتور لازم ديروا كامل الوصفات تاعنا. هنا ناصر راك تشوف راني ندير في المول ديالي ونحفرها، شغل ندير ان فون دو تارت. هنا انت ماذا بك دير لي شويه لاباتا تارتيني لداخل. صح تسمى تفوريها بالشوكولا لداخل وتعاودي تغطي بلاباتا. نعاودو نغطيوها. هنا هكذا حتى نعمر كامل الليمون تاوعي. راك تشوف سهله مهله، رقيقه توجد. واي سهله رقيقه توجد. وحنا عمرنا الطابله تاع العيد تاعنا من كل صنف ان شاء الله. ها دوك نعمروها بيان بلا باتا تارتيني. دوك ازيد دير ناصر
راهي تشهي، راهي تشهي وريحتها شابه وكثير كي طيبنا تخرج واحد الريحه بزاف شابه. هي هكذا راهي تريح مليح، خابيه ما فيهاش حاجه كبيره اللي يطيب فيها نصر، غير بدي ينشف هذا مكانه. صح انا صح. درك نغطيها بالعجينه من الفوق هكذا، دخلنا طيب. نعمره كامل المول تاعنا، نحطه هي طيب على 170 درجه واحد 10 دقائق 15 دقيقه ماكسيموم، غير قسمه ينشف البيض ديالي. صح دونك حنا ما راحش نستناو كامل حتى وين يطيب المول تاعنا، رانا وجدنا حلوى ديجا من قبل. انا كنغسل يدينا صل ما بيد ما نكملوا هكذا. الحلوى تاعنا راهي جاهزه، هذا هو الشكل اللي تكون عليه وهذا هو اللون اللي لازم نتحصلوا عليه. دونك يقعد لنا فقط التزيين في الاخير، راح ندهنوها بالمعجون. المعجون اهه اهه، ونرمدوها في الكاندي بيس. اعطيني بنسو. هنا عندنا حبيبه جوز للديكور. صح انا نحي هذه نطيبها من بعد، هكذا نديروها كامل ساير داير بالمعجون. هنا هكذا ودقيقة توجد حلوتنا نصر. لا كولور لا كولور طيبة شابة ما شاء الله. هاك تشوف معنا ساير داير على السريع. على السريع شحال تقعد في الفور؟ واحدة 14 دقيقة 15 دقيقة غير تنشف. فوالا غير تنشف نحيوها قد ما خليناها، لازمش تيبس بزاف، قد ما خليناها في الفوق هي رايحة تنشف. حنا جست لقاوها نشفت من الفوق سي بون، ينشف البيض يعني، ينشف غير البيض برك. هنا دوك على حساب الفوق، انا نقول لك 14 15 يمكن 10 يمكن ما اكثر، ما نعسوها برك هكذا. وفي الاخير نزيد لها حبه جوز، جوز اللي نكون ديجا لا حبيت نجوزو في الناكري دوغي. اه يجي مليح ثاني يجي شباب. لا خلوه هكذا ثاني شباب. حتى لا كولور تاع الجوز مشات مليح مع الباندي بيس. فوالا نقدروا نحطوا الحبات تاع الجوز في المعجون ناصر باش تجيك تخي تخي بيان. فوالا سينو الشوكولا تارتيني سينو. يعطيك الصحة. الله يسلمك. دونك كيما شفتوا هذه هي كانت الوصفة الأولى لنهار اليوم اللي خيرناها لكم الحلويات العيد في برنامجكم اللالوزة. يعطيك الصحة. الله يسلمك. وأنا نجربهم ماشي نجربهم نقول لهم ننصحهم يجربوا هذه الحلوة. إن شاء الله. صح بزاف بنينة. إن شاء الله. دونك حنا نكملوا نزينوا الحلوة تاعنا وبعد الفاصل ما تروحوش بعيد، مازال وصفة واحدة أخرى خاصة بحلويات العيد بعد الفاصل. معك أنت ناصر. إن شاء الله. إن شاء الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل بعد ما درنا الحلوى الاولى، دائما متواصلين مع حلويات العيد ثانيه اللي راهي معك انت ناصر. قلت لكم هذه المره راح ندير وصفات ساهلين بزاف، حلوى بسيطه تمتم توجد لافات تاعها وتخرج كميه كبيره. بالنسبه للحلوى اللي عطيتها لكم اليوم ولا اللي راح نقترحها عليكم، راح تخرج لنا حتى 70 حبه. راهي بارك هاي بارك وانت انت يا ناكلو ونوكلو بيا هذا عيد. راح نديروا اصابع بالشوكولا، كلاصي بالشوكولا غورمون. بالنسبه للمقادير راح نحتاجوا 250 غرام تاع لامارغارين، عندنا زوج حبات تاع البيض، 80 غرام مكسرات حسب الرغبه، عندنا 80 غرام تاع الزيت، 80 غرام تاع لامايزينا. هنا الشوكولا وهذه المكسرات اللي مرحيه خشين نغلاصي بها، ملعقه كبيره تاع حليب بودره، ملعقه كبيره تاع حلوى الترك، و 200 غرام تاع سكر كلاص، والفرينه اللي نطم بها قسمه لاباط تاعي. راح تكون غاطو ساك ما فيها لا حشو ولا والو، نستعمل ليمون سيليكون تجي خفيفه خيبيه، ونعمروا ليمون تاعنا ويطيبوا نديرهم كلاصاج شوكولا غورمون. هذا ما كان. نبداو الحاجه الاولى، عندنا لا مارغارين. هنا عندك كوبيير. يعطيك الصحه. كما قلنا دائما جبدناها من قبل، يعطيك الصحه. كما قلنا دائما لا مارغارين تاعنا نخرجوها مدة من قبل. هلا نزيد معها 200 غرام تاع سكر كلاص. نوزن لك سكر كلاص. نوزن سكر كلاص. قلنا 200 غرام هكذا. نوزن ديريكتوم في الاخر. خير. اوكي خير، باش ما نزيدوش المعان. ما نكثروش المعان. عباك العيد. ديجا المعان تاع الفطور بزاف. بزاف، اسكت برك. ايامات العيد لازم نقصوا شويه طياب ناصر. ها. انا عندك هاولو مقص. انا قلنا 200 غرام. 200 غرام. يلا
هذه الوصفة راح تكون في الطريقة التحضير تاعها شبيهة بالصابلي نفس العجين الصابلي. وشنو هذه لازم تكون طرية شوية، ودائما الليمول ولا الحلويات اللي يطيبوا في ليمول سيليكون قد ما تكون العجينة طرية خفيفة قد ما تعطينا نتيجة مليحة. أكيد نحصل هكذا 200 غرام ماذا بك تخليني دي القريصة تاع الملح لازم هلا دوكا نضرب مليح لا مارغارين مع السكر غلاس. بسم الله نقدر نخدموها باليد بيان سور نحكوا كيما كنا زمان كيما صابلي كيما صابلي باليد كلش باليد ناصر. انا نزيد زوج حبات تاع البيض ونعاون بلا سباتول حتى تمتزج كامل هاد المكونات. ما فيهاش مكونات بزاف ما فيهاش بزاف وي ماشي حاجه شويه حلب الدورك شويه لا بودر تاع الحليب هذا ما كان ماشي حاجه لا بودر تاع الحليب تكون كمحسن تعطينا بنه ثاني في الحلوه تاعنا. والزيت تحط ثاني الزيت نديرو الزيت وي 80 غرام هكذا غير تبدا تتخلط مليح لا مارغارين نزيد الزيت تاعي. بسم الله البيت درتو تمام درت البيت هكذا حتى يولي الخليط تاعنا كريمي. نزيد عليه الكميه تاع المكسرات ديجا المكسرات كي نضربوهم ناصر راح يتلقوا البنة كامل البنه والريحه تاعهم. نزيدو تانيك حليب بودره عندك حلوه الترك ونزيد حلوه الترك هكذا نفتتها من الفوق. هنا الكاطو تاعنا اذا حبيناه يكون من الداخل بذوق الكاكاو نزيد مغرفه كبيره تاع الكاكاو حتى ل 40 غرام هكذاك، ولا حبينا نخلوه بيض نزيد له غير لافاني مليحه دوك انا حنزيد له الكاكاو قيس مغرفه كبيره هكذا مغرفه كبيره هذيك هذه دير زوج هكذا. اصلا حنا نحبوا الحلويات اللي يخرجوا لنا كونتيتي الكبيره على بالك انا قلت لك هذه خلت 70 70 حبه راهي ما شاء الله يبارك في 250 غرام في 250 غرام وزوج حبات تاع البيض الله يبارك. وعلى بالي باللي بنينه بزاف هذه بنينه وي بنينه لا ولا ما يزينا نوزنها لك ثاني 80 غرام كيف كيف 80 غرام لا على ما يزين هنا كيما راكم تشوفوا نحوس كيفاش نخير لكم مقادير ثاني اللي يكونوا ساهلين 80 80 80 باش ما تنساوش كامل الوصفه من الاحسن اللي ما يكلفوش ثاني بزاف ناصر انا اللي جبتها 80 سوا سوا ناصر يعطيك الصحة الله يسلمك دوكا نزيدوا لا مايزينا هكذا ونبدا نطم بالفارينة دوك هاد الشوكولا ندوبها لك ناصر مادا بيك تاع الكلاصاج باش قيس ما يطيب بالكاطو تاعنا ديراكتومو نكلاصيوه. بالنسبة للعيد انا نفضل بزاف الحلويات اللي يكونوا جافة لي كاطو ساك ما كاش هما اللي تشربوا معاهم القهوة خير من الطلية خير من البريستيج ولا تاني حبوا حاجة تكون سهلة تاني. بسم الله انا بالك انا ناصر الحلويات اللي نحبهم كيما صابلي غريبية حاجة اللي كيف اللي في السامبل كامل صح صابلي بالمعجون لازم بالمعجون. في العيد اه ما كانش عيد بلا صابلي بلا مقروط عسل بلا شرك مسكر. فهاد البرنامج خيرنا لكم وصفه تاع صابلي وخيرنا لكم وصفه تاع غريبيه بصح ماشي الغريبيه المافين غريبيه واحده اخرى بدلوا فيها شويه نبدلوا باسكو خدمنا الغريبيه شحال يعرفوها كامل الناس الله يبارك تيبو. هذا هو القوام اللي راح نتحصلوا عليه كما راكم تشوفوا العجين تاعي يكون طري ويلصق شويه في اليد لازم يلصق باش تجيني خفيف وسحقوا هاد المونه سحقوا هاد المونه هم متواجد ناصر في الاسواق ولي حبيب الدل المهم المول يكون تاع اصابع فوالا باش يجي مليح لو كان عمر ديريكتومون في المول تاعنا هكذا نعمروه حتى نعمروه حتى الفوق وي باسكو ما فيهاش لاليفي فيها البيض برك البيض اللي ضربناه راح يتنفخ راح يطلع ثاني هكذا الحبه الله يبارك ما هي كبيره مقدره شحال صغيره موين مليحه راهي في الموين هكذا باش في العيد ناصر راح ندوقوا كامل الحلويات كي نديروهم كبار ما تقدرش تاكلهم كامل صح باش نخلو حبه نص ما جاياش صح تبدير ماشي مليح هاوي ماشي مليح تاع الصح هكذا
دوك الشوكولاتة اللي تحقها من الفوق نوار اولي. انا نفضل ندير ميلونج بين الشوكولا بالحليب والشوكولا السوداء، يعطيني كولور شابة، وثاني نقص في الحلاوة. الشوكولا النوار راح تنقص في الحلاوة بارابور بالحليب. بس حتى الحلوة تاعك ماهيش حلوة بزاف، ما فيهاش بزاف قد ما نقصوا في الحلاوة قد ما يكون مليح. على بالنا بلي الحلويات تاعنا شوية حلوين حلوين، قد ما نقصوا قد ما راح تكون حاجة مليحة وصحية أكثر. على بالك نص دائما الحلويات تاعنا احنا اللي نخدموهم يقولوا لنا دائما انا كنت نقص لهم في الحلاوة نحسوهم ماشي حلوين بزاف. هي الحاجة اللي كانت زعما كيلة بكيلة ولا دائما نقصوا هذيك الكيلة تاع السكر. لا دائما ما راحش ناكلوا كل يوم الحلوى، ماشي كل يوم، لا لا مرة على مرة في المناسبات برك. لا كاين صلي يحب كل يوم يلقى حلوى مع مرة في الطابلة ديالو. انا في الايامات العاديين بار اكزومبل في رمضان دوكا في السحور ولا نحب البريوش، بريوش بيان الحلوى نيفيتيها كامل. الكيك يكون ماشي حلو بزاف ديجا بلا سباراني راني نسمان بسلامتك ناصا نتاع عودك هكذا تراسو ماشي ماكلة ماشي هكذا. المهم الواحد يكون صحيح ناصر، هذاك هو الصح. هكذا هنا لاباط لازم يكون القوام تاعها هكذا باش تجيني خفيفه، لو كانت تكون شويه يابسه على هكذا مع تزيد الطيب الطيب راح تيبس مليح مليح. دونك انا نكمل العمر المول تاعي كامل، من بعد ندخله للفرن على 180 درجه حتى وين ينشف، ياخذ لنا تقريبا 12 دقيقه هكذاك، من بعد نخرجه يبرد نقلاصيوه بالشوكولا. حنا نروحوا فاصل ونعاودو نوليو نقلاصيو ونزينو الكاطو تاعنا كيف كيف، ما تروحوش بعيدة. مازلنا متواصلين معكم في برنامجكم لالوزاد دايما مع وصفات العيد. كما شفتو قبل الفاصل كنت دخلت الحلوة تاعي طيب، درنا أصابع بالشوكولا اللي مازال هذا وين الحق معنا ما شافش الوصفة بيان سور راح يلقى دائما الوصفه موجوده في موقع تاع القناه اكيد نصل لازم. كنا درنا الاصابع بعد ما دخلوا للفرن، هذا هو الشكل اللي راح نتحصلوا عليه. شوفوا يجوا صغيرين طيبين طياب بزاف شباب هايلين نصل. كنا ذوبنا الشوكولا عادي كما شفتوا من قبل على حمام مائي، بصح لازم دائما نبقاو نحركوا بيان سور. ودائما الناس اللي عندهم مشكل مع الشوكولا لازم هاد لو بول كي نحط الماء تاعي ما يقيسش الماء، لازم غير بالبخار برك اللي تذوب هذيك الشوكولا تاعنا. اللي حاب يزيد لها الزيت نقدروا نزيدوا في كل 100 غرام ملعقه كبيره تاع زيت عادي، ونزيدوا لها دوكا شويه مكسرات مرحيين على الخشين باش يعطينا هذاك الكلاصاج غورمون. انا دوكا نقطع شويه بابي كيسون. حبيت نعمرها لك ناصر بالمكسرات، نزيد شويه تحبهم محمصين بيان سور، المكسرات نديروهم محمصين. نصل ما بالكاوكاو راح تجيب بزاف بنين. كلاصاج غورمون بالكاوكاو بنين، لازم برك يتحمص ياك. تري بيان نعطيك اون فورشيت ونكلاصيو الكاطو تاعنا هكذا عادي كيما نكلاصيو في العادي. هكذا نحطو الشوكولا غورمون من الفوق هذه الطريقه. كيما شفتوا اللون هذا اللي تحصلنا عليه لخاطر خلطت بين اولي بين اولي وبين نوار هكذا، ونحطها تنشف هكذا ونزينها بورود بيضاء هكذا بعجينة السكر بهذه الطريقة. زيد نعاود نكلاصي الحبة الثانية، الحبة متحوفة مقدرة الله الله هكذا. انا ناصر ننصحهم كي يخدموا حلوة العيد يوجدوا كامل لي بات يطيبوهم يحطوهم دو كوتي. يعطيك الصحة مع الخريمات الاخرين تفضل نداوم يا متخرين فوالا، نديرو غير لي فينيسيون حيت جينا الخدمه سهله ناصر وما نتعبوش بزاف. بعد يا متخرين تاع رمضان راح يكون متعوب بزاف. كيما هذه الحلوه نقدروا هنا في هذه المرحله نديرها ديريكتومون في كونجيلاتور فوالا. وي كونجيلاتور كي نسحق نجبد قبل ما نكلاصيها، قبل ما نكلاصيها وي ما نكلاصيهاش ومن بعد نكونجليها. لو كان الشوكولا تدخل الكونجلا كي تكونجلا من بعد نخرجوها راح تتشقق. ايه صح اكيد هكذا، كان بزاف اللي عندهم هاد البروبليم ناصر. هي انا جو بريفير يطيبوهم هكذا ويكونجليوهم نهار يومين ثلاث ايام ناصر، ماشي راح نخلوهم وقت كبير كبير. يعطيك الصحة الله يسلمك. هنا الديكور يقعد اختياري، انتوما واش تحبوا ديروا في الديكور تاعكم. لاكولو شابة تاع الشوكولا راهي تحب ناصر، لاكولو تاعها بزاف شابة. تسمى كي نخلطوا اولي مع نوار راح تخرج لنا هاد اللون بزاف شباب. صح هكذا، والوريدات على حسب ما عندهم ناصر، كل واحد عنده يحب يدير الديكور اللي يحب يديره.
لو كان نكمل كلاصي كامل الحلوى اللي قعدت لي ديروا لها كلاصاج غورمون نزينوها بالورود وتكون جاهزه ونشوفوها في الطاوله تاعنا اليوم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ما تروحوش بعيد، فاصل قصير ونعاود نولوا لكم. يعطيك الصحه. وصلنا معكم الختام تاع الحلقة تاعنا تاعنا اليوم، جازت خفيف ظريف. خفيف ظريف يا ناصر، بي فيه وجدنا دو موديل. يعطيك الصحة. الله يسلمك. كنت أنا حضرت لكم هاد الأصابع بالشوكولا، كلاصاج غورمون. عمي شهيو. شهيو. ساهلين. ساهلين، ناصر الدراري وين يشوفوا الشوكولا؟ يجوا يجروا. إيوي. كنت حضرت لكم هاد الأصابع وبتخرج بكمية كبيرة. الله يبارك. الوصفة اللي عطيتها لكم تخرج حتى 70 حبة. الله يبارك. إذا استعملنا هاد المول، يعني حتى المول راهو كمان صغير. مقدر ناصر، ما كبير ما صغير. يعطيك الصحة. وانا وجدت جاتو بان دي بيس ناصر، من اسهل ما يكون. الريحه تاعو تضرب لها. ريحه لي بان دي بيس كيفاش راهو يطلع. نصايمين راكي درتي فينا، رايك هذا رمضان؟ ناصر لازم نزهيكم رمضان هذا، ما تنساش يجونا ضياف نحو عند الناس، لازم نكونوا موجودين طابله بالطبع والشان ناصر. يعطيك الصحة. بالتكاليف اللي قدرنا عليهم حنايا. يعطيك الصحة. الله يسلمك. كيما شفتوا الجاتو بان دي بيس كان بزاف ساهل في الخدمة تاعو. مع الحشوه تاع الشوكولا تعطي واحد البنه مع الدوق تاع لي زيبيس بزاف. صح يعطي بنه بزاف. شوف التزيين كان بسيط، حبه جوز درنا لها شويه لاكري دوري هكذا باش يعطي لمعه. ما كامل ناس نديروا وريده كيما درت في كيما درت الشوكولا تاعك. يعطيك الصحه. قدرنا عليه نديرو. يعطيك الصحه. الله يسلمك. هذه هي كانت الوصفات تاعنا تاع اليوم اللي خليناها سبيسيالمون للعيد، وان شاء الله نتلاقاو في الوصفات الجايين مع حلويات واحده اخرى دائما في برنامجكم لا لوزا على قناه الشروق. صح فطوركم وبقوا على خير. يعطيك الصحة ناصر، أنا نقولهم سيو جربوا الوصفة تاوعنا راهم رايحين يعجبكم بزاف بزاف. نقولكم صح فطوركم ومع السلامة.